بانعدام الخوف وضعفه لم نرجد هذا الظلم الذي نراه في كل أشكاله ومستوياته، الظلم العام والظلم الخاص. لولا انعدام الخوف لم نجد تهاونا من الناس في أداء الواجبات الشرعية وارتكابهم واقتحام لهم للمحرمات. لولا ضعف الخوف لم يتجاهر الناس بالمعاصي علنا أمام الناس في الشوارع، في الأسواق، في الشواطئ، في غير ذلك. ما نراه اليوم من هذه المنكرات كلها سببها ضعف الخوف وضعف الخشية من الله سبحانه وتعالى. ما نراه من انتشار للعلاقات اللامشروعة مع الأسف بين الرجال والنساء وإقامات العلاقات المحرمة، حيث وصل الأمر إلى إقامة العلاقات بين المحصنين والمحصنات مع الأسف. ما نسمعه من الخيانات الزوجية وبروز ذلك، هذا كله نتيجة الخوف، انعدام الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. ونراه مع الأسف اليوم من التساهل في الحجاب وعدم المبالاة بمراعاة الحجاب الشرعي مع الأسف، كما يرى الآن في الدوائر، في المستشفيات، في المؤسسات، في الأسواق. أصبحنا الفتيات والنساء يخرجنا مع الأسف بمظهر لا يتناسب مع الإيمان ومع العفة. كل ذلك سببه الأساس ما هو؟ وضعف الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. لا إشكال أن وراء ذلك أسباب كثيرة، ولكن من أهمها الغفلة، الغفلة عن الله، الغفلة عن المعاد، الغفلة عن قدرة الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن ذكر الله عز وجل. سبب ذلك التساهل التدريجي في ارتكاب المعاصي، من العوامل الأساسية في تقوية الخشية والخوف. المعرفة بالله عز وجل هي سبب الشعور بالخوف والشعور بالخشية. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أداة حاصل، ما ممكن الإنسان أن يبلغ كمال الخشية الحقيقية من الله إلا أن يكون عارفاً عالماً. أكثر من استماع المواعظ والمحاضرات والإرشادات، خصوصاً اليوم لله الحمد وسيلة الاستماع أصبحت مبذولة لدى الجميع، مو مثل أمس تستطيع أن تستمع للموعظة وأنت في سيارتك وأنت تمشي وأنت تعمل، مثل ما نشوف البعض الآن يمارس الرياضة وحاط سماعات بلوتوث وغيرها يستمع. ماذا يستمع؟ الحري أن يجعل ما يسمعه مفيدا لآخرته ودنياه. إذن يمكن للإنسان أن يستمع، فالإكثار من استماع المواعظ وحضور المساجد وحضور المشاهد كلها تؤثر. أيضاً الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الارتباط بالله عز وجل قلباً وقولاً ولفظاً، هذا من أسباب الحصول على الخشية. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً، يعني من آثار تلاوة القرآن أن الإنسان ينصهر ويخشع قلبه. ولا إشكال أن من أبرز
مصادق ذكر الله الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن لها. القلوب تجلى بقراءة القرآن، إن القلوب لا تصدى كما يصدى الحديد، وإن جلاءها بتلاوة القرآن وذكر الله والاستغفار والتسبيح. ومن الأمور المهمة الأساسية هي محاسبة النفس. ربما الإنسان تزل قدمه، ربما الإنسان تغلب عليه شهوته، العلاج ما هو؟ المحاسبة.